يعني احنا هنبدأ محاضرتنا الخامسة في موديول الجي اي تي عن الكلام على الهيباتيتس اي والهيباتيتس اي واليلو فيفر فيروس. بنقول بقى ان من انواع الهيباتيتس هيباتوتروبيك فيروس اللي هما اساسا في الليفر بس، الاي والبي والسي والدي والاي والجي، وفي نوع تاني من الفيروسات حتة منه شغل على الليفر والباقي في حتت اخرى في الجسم زي الابشتاين بار فيروس والسيتوميجالو فيروس واليلو فيفر فيروس والهيربس سيمبلكس والروبيلا والانتيرو فيروس. نبدا كلامنا على هيباتيتس اي فيروس، وده بالانفكشوس هيباتيتس، ده من عيله الانتيرو فيروس والبيكورنا فيروس، بيبقى سنجل ستراندد ار ان اي نون انفلوبد ايكوزا هيدرال ريبليكيت في السيتوبلازم نون از انتيرو فيروس 72، لانه بيتعدي عن طريق الفيكو اورال. الترانسميشن بتاعه اورال، وعرفنا انه بينتقل في الكامبز من كونتامينيتد فود اند ووتر، وخصوصا في السمر ما بيتنقلش عن طريق الدم، بيريبليكيت في جاسترو انتستينال تراكت والليمف نود، وبعدين يعمل فيريميا وبعدين يروح الليفر. بعد كده يطلع له انتي بوديز، يعمل شويه ديجراديشن في الليفر سيل، ما بيتحولش الكرونيك ولا كارير ولا يقلب ل اتش سي سي. الاميونيتي بتاعته بيطلع له انتي بوديز الاي جي ام، هي دايجنوستيك لاكيوت ستيج. الاي جي جي الاميونوجلوبولين جي للاتش اي في فيروس، عشان اقول انه موجود عايز فور فولد انكريز، لانه بيطلع بعد الاي جي ام ويقول ان العيان خلاص بيخف. الاعراض بتاعته اول ما بيدخل الفيروس اسبوع اسبوعين يسخن وجوندس وانيلوكسيك، العيان مش عايز ياكل ولا عايز يشرب، ودارك يورين وبيلستود، والليفر انزيمز بتعدي ارقام خياليه، وبعدين اسبوعين لاربع اسابيع تاني كبرنا شهر العيان يبتدي يخف، والانتي بودز تبقى طالعه في الاول اي جي ام، وبعد كده اسبوعين وتطلع الاي جي جي والعيان خلاص تمام، مفيش كرونيك ستيج ولا كارير ولا هيباتوسينوم. في التشخيص اكيد اي جي ام او في الليستول بي سي ار. الاي جي جي لو هشخص بيه يبقى فور فولد انكريز، اعمله النهارده واسبوع على اي بي زي. اما التيشو كالشر صعبه جدا ومش موجوده في كل المعابد، ماليش سبيسيفيك تريتمنت كانتي فايرال، ولكنه بريفنتيف عن طريق الوقايه للووتر والفود والهاند ووش الكلام الجميل ده. وفي انتي بوديز للهاي ريسك جروب، يعني مجموعه من الناس متجمعين كانوا من اكل معين او خايفين عليهم من العدوى، بنديهم انتي بوديز للاي جي اي. كمان ممكن ندي اكتيف ايمونايزيشن للجماعه الاندر هاي ريسك والفود هاندلرز والجماعه دي، اللي هو اكتيف ايمونايزيشن ويز ان اكتيفيتد فاكسين، بيتاخد بتو دوزز، واحده وبعدها بست شهور ل 12 شهر الثاني، ولكنه ماليش سيلكتيف تريتمنت. اللي شبيه قوي للهيباتيتس اي وهو الهيباتيتس اي فيروس، ده من عيله اسمها عيله الكالسيفيريسي كالسيفيريدي نون انفلوب سنجل ستراندد ار ان اي فيروس، موجود في الووتر بورن هيباتيتس، يعني دايما يتنقل مع الميه اكتر من الاكل، وهو برضه في كورة شايع جدا في مناطق كتير منهم افريقيا. السيفيريتي بتاعته بتكمن قوي 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 في البريجننت وومن، ما يتحولش لكرونيك كارير ولا كرونيك ليفر ديزيز، ولا غالبيته ينقل لهيباتو سيلولار كارسينوما. ماليش سيلكتيف تريتمنت، ماليش سيلكتيف فاكسين، انا ممكن شخصه بالبي سي ار بس، ده في حتت معتمده. عندنا بعد كده مجموعه الفيروسات اللي مش هيباتوتروبيك، ولكن في حته من الدوره بتاعتها في الحياه بتاخد الليفر، واشهرهم فيروس اسمه ليلو فيفر فيروس من عيله الفلافي فيريدي اربو فيروسز، يعني بيتنقل بالموسكيتو، شايع في افريقيا وشايع في امريكا، وايكوزا هيدرال انفلوب سنجل ستراندد ار ان اي فيروس، بيعمل مرض اسمه ليلو فيفر من اسمه، موجوده في الغابات وتتنقل بين المونكيز بموسكيتو، لما تروح من موسكيتو وتطلع لاربن يبقى اربن يلو فيفر، ودي تتنقل بالايديس موسكيتو مالتيبليكيشن جوه الموسكيتو، بعد كده يعمل فيريميا، فيريميا تطلع بعد كده للانفينودز، الانفينودز تطلع للليفر، من الليفر بعد كده ممكن يروح حتت كتير بالليفر، سبلين كيدني هارت ومارو تيشو دامج رينال فيلير. انكوبيشن بيريود بتاعت الفيروس بعد الموسكيتو بايت من 3 ل 6 ايام، بسخونيه 1 to 3 دايز، هيدكس، جوندس، هيموريج، هيميتيمسيس، بليدنج تندنسي،
البيمينوريا، رينال فيلير، وحاجات كتير جدا. التشخيص بتاعه بالسيرولوجي، اجسام مضاده يعني للفيروس، او بالبي سي ار. ماليش سيلكتيف انتي فايرال، ولكن الميزه الجميله جدا اللي بروفلاكسز انه ليف اتنويتد فاكسين، بيستخدم في شكلين، شكل قديم والفرنش دكار، عاصمه السنغال، فرنش دكار فاكسين بيتحضر في البرين تيشو، وبرضه بيتاخد سنجل وان دوز بالسكراتشنج من السكين، طريقه اسمها السكراتشنج. اللي حل محله حاجه اسمها، حاجه دوليه اسمها 17 دي سترين فاكسين، بيتحضر في الاجز، بيتاخد بجرعه واحده سب كوتينيس، عشان كده المرض ده بقى بريفنتبل، والتطعيم 10 سنين فاليديتي. اوكي، ات ذا اند لازم افرق ما بين الهيباتيتس اي والهيباتيتس اي، واشوف السيفيريتي بتاعت مين في البريجننت اللي هو الاي. اليلو فيفر ده واحد من الموسكيتو بورن فيروسز، وحته منه بتشتغل على الليفر. جود لك، اي سؤال على وسائل التواصل تحت امركم، دكتور احمد التواب، مدرس الميكروبيولوجي، وبالتوفيق ان شاء الله.